الله يستر. طيب هاي معطيه 42,000 يا جماعة، أنا معايا 42,000. AM بالعربي. السلام عليكم، كيف أتحقق من مصداقية المواقع؟ أريد طريقة للمحترفين. أنا أشوف بشكل عام المصداقية لأي موقع في عدة، يعني في عدة طرق إنك تتحقق من مصداقية موقع. خليني أعمل لك مشاركة للشاشة هنا. ممكن تروح على موقع اسمه who.is، في موقع اسمه who.is، ماشي. هلا بتيجي مثلا موقع معين، مثلا زي موقع زي يوديمي، تتحقق من مصداقية هالموقع. فبتروح على who.is بتعمل سيرش يوديمي. هلا هنا لما تعمل سيرش بعطيك هذا الموقع وين انت موجود. بتلاحظ انه موجود من سنة 2009، تخيل موقع يوديمي 2009، 13/8/2009، فموقع قديم نوعا ما. هلا هم مستخدمين كلاود فلير للنيم سيرفر، بمشي بشوف الاعدادات الثانية. فهم مستخدمين ريجسترانت انفورميشن من سان فرانسيسكو، في تفاصيل هنا الموقع كذا، فتلاحظ الداتا بروتكتد. فهي اول ميزة انه هذا الموقع محمي، انه في عليه داتا بروتكشن، في عليه داتا بروتكشن. طبعا مش ميزة كبيرة، بس هاي اول ميزة ان اقدر اعرف مين صاحب هذا الدومين. اثنين، بدي ازور الموقع، مثلا بروح udemy.com، تروح بتزور الموقع بيفتح معك الموقع. لما تروح بتزور الموقع في عندك فوق كفل، هالكفل معناته انه الشهادة هاي في عليه شهادة حماية. هلا الشهادة بتدخل عليها شو التفاصيل الخاص فيها، بعطيك سيرتيفيكت. هاي الشهادة معمولة من جلوبال ساين كلاود اس اس ال، فهي مستخدمة من جلوبال ساين كلاود اس اس ال. ف جلوبال ساين شركة قوية جدا في الاس اس ال سيرتيفيكت. ثلاث، ممكن تروح تحقق من الموقع، تبحث عنه في جوجل، حط مثلا جوجل دوت سي اي، تبحث عن الموقع يوديمي، اكتب بس يوديمي، بعطيك كل هاي النتائج على يوديمي. فبلا شك بتقدر تشوف هنا شرح على يوديمي، تقدر تشوف كل التفاصيل الخاصة في هالموقع. فتلاحظ الموقع مثلا ذا موثوقية. في ايضا تقدر تتحقق انه worth website worth website worth. شو الويبسايت worth؟ بعطيك هنا تكلفة الموقع اللي هو مثلا worth of web calculator. بتدخل هنا تعمل انلايز. هلا لما يعمل انلايز هو بروح بدرس الموقع، بشوف لك كم الموقع عاد بكلف. فبتلاحظ انه هذا الموقع سعره تقريبا 868 مليون، هو تقريبا موقع يوديمي حاليا بوصل مليار. ف 868 قريبة على المليار، فهي طبعا قريبة على المليار، هذا راح يكون موقع نصب مثلا؟ اكيد لا. فممكن بهاي الطريقة انك تتحقق من اي موقع اخر، تمام؟ هاي بتعطيك نتائج بس مش شرط تكون نتائج دقيقة يعني. مثلا موقع زي ايفون اسلام، بورجيكم موقع زي ايفون اسلام مثلا. بدخل ايفون اسلام، بعطينا هالموقع، بنسخ الرابط، بحط الرابط هنا، بعمل انلايز. اذا عجبك الموقع اعمل لايك واكتب واحد في التعليقات. بدخل بعطيك انه هالموقع سعره 75,000 دولار، تمام؟ طبعا 75,000 دولار هم بناء على يعني احصاءات عندهم. مثلا لو دخلت انا موقعين بالعربي اشوف كم بعطيني. طبعا موقع ايفون اسلام بوصل سعره فوق ال200,000، بس خلينا هنا نبحث عن موقعنا نشوف كم بعطيني اي ان بالعربي. هاي انالايز، الله يستر. طيب هاي معطيه 42,000 يا جماعة، أنا معايا 42,000. موقع سعره 42,000 دولار، يعني ما 42,000 دولار مبلغ برضه. فهاي يعني شغلة حلوة، يعني فهمت علي؟ إنه يكون عندك موقع وسعره حقه مصاري. يعني لو أنا بدي أجي أبيع موقع حاليا، بالنسبة لإلي كأحمد ناصر، يعني مش أقل من مليون دولار راح أبيعه. تمام. ف بيطلع لي واحد، هاي يعني انت مليونير؟ طيب والله هاي بتركك اياها انت تحكم. طيب استاذ، ممكن كمثال ان تحقق اذا كان موقع صادق، موقع مثلا بيتي كيدر،
بدي اشوف لك اياه، اشوف افتحه في وضع متخفي، مرش تبقى هاكر بعدين تهكرنا. هنا نفتح الموقع في هاكر، موقع شكل بيتكوين او اشي زي كذا. لان دخلت على الموقع، الموقع صار له اخذ وقت شوي في التحميل، تمام. ف الموقع عليه سيرتيفيكت، خلينا نشوف شنو نوع السيرتيفيكت. السيرتيفيكت كومدو، اذا عليه كومدو سيرتيفيكت هذا بيكون هذا بتبلش تشيك. ليش؟ لانه مستحيل يكون موقع كبير عليه كومدو سيرتيفيكت اللي هي يعني سي بانل سيرتيفيكت. ف هاي اول بعطيك نسبة 50% انه مش صادق، تمام. هلا بعدين بدخل على الموقع، بدخل على ببحث في جوجل، ابلش ابحث. هاي اعطاني هالموقع، هاي اعطاني الريتنج 2، بمشي بمشي بمشي، بطلع يوتيوب كلهم 2018، فيش قبل 2018، امشي كلهم 2018 الفيديوهات، كلهم في شهر اكتوبر، فهذا بدل الموقع جديد لسه، موقع لسه جديد. فببحث عليه، بروح بدخل يوتيوب مثلا، بدخل بتلاحظون كلهم 2018، الموقع مش صادق مبدئيا، الموقع مش صادق لأنه بحثت عليه في جوجل حتى موقع تعبان. بروح على هو إز، بروح هو إدت إز، أنا بعطيك كيف بشتغل يعني. بتروح هو إز، ورجيتك إياه، بتروح على هو إز بتبحث عن الموقع btcoder.co، طلعت جو دادي، واحد محترم بيشتغل جو دادي. بتبلش تشيك وشو جو دادي، يعني موقع ضعيف. بعطيك هنا تفاصيل الموقع، مين صاحب الموقع، عاملين حماية عليه كذا، مش كثير، ما اعتقد موقع صادق، انساك منه. فهمت كيف؟ كما حللت لك يعني، عرفت لك اذا الموقع صادق ومش صادق. على الاغلب بنسبة، بدناش نظلم الاخ، بس بنسبة 90% انه مش صادق. AM بالعربي.